دكتور عبد الله، حضرتك قلت معلومه جديده انا من شخصيا ما اعرفهاش، هو الخيط الطبي ده موجود فين؟ في موجود في موجود الصيدليات؟ في الصيدليات موجود في الصيدليات وموجود في كل حته، وده استعماله بسيط جدا. ازاي؟ هو استعماله ان انت ازاي في بواقي الاكل. القصه في ايه؟ ان انت لما بتغسل سنانك بعد الوجبات الطبيعيه بيبقى بواقي اكل بسيطه بين السنان وبعضها ما بتطلعش بالفرشه. دي استعمال الخيط الطبي هو اللي بيحل المشكله دي، ودي من اكتر المشاكل ومن اكتر الاسباب اللي بتعمل مشاكل وتسوس الاسنان، هي البواقي البسيطه اللي بتفضل بعد استعمال الفرشه والمعجون. فاستعمال الخيط الطبي هو مهم جدا وضروري علشان يحل المشكله دي، وهو استعماله بسيط جدا، واللي هيتعود على استعماله هيلاقي الموضوع بعد كده ظريف، وهيحافظ على سنانه بشكل اكبر بكتير من استعمال الفرشه والمعجون فقط.